اللي قدام حضراتكم ده هو المحاسب محمد هيبة، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى في البنك الزراعي المصري. قابلناه عشان نتكلم عن تمويل الشركات الزراعية الكبرى واللي بلغ في البنك الزراعي المصري النهاردة 30 مليار جنيه، ده من إجمالي محفظة التمويل اللي وصلت ل 76 مليار جنيه. وبالمناسبة 65% من محفظة التمويل في البنك الزراعي المصري موجهة للقطاع الزراعي بقيمة 56 مليار جنيه. ركزوا معاه. خلينا نبدأ من محفظة التمويل الخاصة في البنك الزراعي المصري للشركات الكبرى. وصلت للنهاردة حجمها؟ البنك من 3 سنين تقريبا كانت محفظة الائتمان كلها 700 مليون جنيه. اللي المشروعات الكبرى ولا كل محفظة؟ لكل المحفظة بتاعت المشروعات الكبرى. بعد كده لما تابلنا السنة اللي فاتت يمكن اتكلمنا في خلال سنتين قلنا ان المحفظة وصلت ل20 مليار. صحيح. النهاردة احنا بنتكلم في 30 مليار. حجم التمويل للقطاع الزراعي من أصحاب المشروعات الكبرى من إجمالي المحفظة قد إيه؟ إحنا وصلنا النهاردة إن إجمالي محفظة البنك 76 مليار جنيه، منها 65% من المحفظة موجه للمشروعات الزراعية، تقريباً 56 مليار جنيه. آليات التمويل، يعني أنا داخل أستصلح أرض لسه صحراء، هتدخل في ظهري؟ هدخل في ظهرك. أنا هدفي زي ما قلت لحضرتك دعم المزارع من أصغر مزارع لأكبر مزارع. الميزة كمان اللي موجودة وحصرية في البنك الزراعي هي التمويل المدعم للنشاط الزراعي. أنا بمول النهاردة 5%. البنك الزراعي دائماً بيدرس زيادة الفئات التسليفية. الناس بتعتقد إن ده بيقتصر فقط على صغار المزارعين، ولكن هل الأمر يمتد أيضاً إلى الشركات الكبرى؟ الأمر ممتد، يعني اللي بيزرعوا الموالح، بيزرعوا الفراولة، بيزرعوا البنجر، دي شركات كبيرة. الأمر ممتد لكل من هو يزرع. فأنت النهاردة على مدار السنتين اللي فاتوا تم زيادة غير طبيعية في الفئات التسليفية. نذكر مثلاً على سبيل المثال الحصر الفراولة. فراولة كانت أعلى فئة تسليفية فيها 90,000 جنيه. إحنا النهاردة بنتكلم في الفراولة التعاقدية، وده نموذج مميز للبنك الزراعي هنا في مصر، ب 180,000 من 90,000. لو بقى الفراولة كلها طلعة تصدير الفئة التسليفية بتصل إلى 300,000 جنيه. ياه، للفدان؟ للفدان. لو اشتغلنا مثلاً على حاجة زي الموالح كانت الفئة التسليفية في حدود 24,000، زودناها كذا مرة لحد ما وصلت 42,000. فأنا النهاردة كمان براعي التكلفة اللي بيتحملها الفلاح أو المزارع الصغير أو الشركة الكبرى. خليني أسأل حضرتك سؤال، ما هي الأنشطة اللي بيمولها البنك الزراعي المصري بخلاف الزراعة؟ بنتكلم في كل الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي مولناها، وكنا دقيقين جدا في اختياراتنا. يعني البنك يمكن، ودي كان إصرار قوي من الإدارة واتطبق على كل البنك في كل قطاعاته. السيد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري. استاذ علاء فاروق واستاذ سامي عبد الصادق واستاذ محمد ايهاب وجهوا كده، انا مش هشتغل غير في تمويل سلع استراتيجيه تدعم التنميه الاقتصاديه. حضرتك عملت اللي عليك وزياده ومولت الشركات. الشركات دي بتصدر، عندها حصيله تصديريه، هل وفرتها للبنك؟ البنك عشان ينجح لازم يكون فيه عندنا عملاء تصدير، عشان لو حصل في اي وقت ضعف او قله في الموارد نقدر نخدم عملائنا سواء بتوع التصدير او بتوع الاستيراد. احنا دخلنا ولسه المواسم بتاعه التصدير ما ابتدتش ما يزيد عن 101 مليون دولار. 101 مليون دولار. استخدموهم المصدرين، جزء منهم تم استخدامه من قبل المصدرين في استيراد الحاجات الاساسيه. أيوة، بتاعتهم من تاو، وفي جزء منهم اتنازلوا بيه لعملاء تانية في مجال سلع استراتيجيه، والعملاء استلزمت واشتغلت واستخدمناها في العمليات الاستراتيجية بتاعت السلع الاستراتيجية.